السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنهينا يا إخواننا الكرام في المحاضرات الماضية الوقف بشكل عام الذي ينقسم إلى أربعة أقسام: وقف اضطراري، وقف اختباري، وقف اختياري، وقف انتظاري. وكذلك أخذنا بعدها الأقسام: الوقف الاختياري وهو الوقف التام والكافي والحسن والقبيح. واليوم إن شاء الله نكمل هذه الموضوعات وهو القطع، وبعدها إن شاء الله نأخذ الابتداء. الآن القطع، ما معنى القطع؟ القطع من حيث اللغة معناه الإبانة والإزالة. أقول قطعت الشجرة إذا أزلتها وقطعتها وأبنتها، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الإصطلاح فالقطع إصطلاحا هو الانتهاء من القراءة والانصراف عنها إلى أمر آخر لا علاقة له بها، كأن يكون القارئ قاعد بيقرأ في القيام بعد الصلاة، في الصلاة يعني بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، ثم يقطع القراءة وينشغل عنها بالركوع، هذا اسمه قطع. أو مثلا أنا أقرأ لوجه الله تعالى ثم أنهيت القراءة لوحدي، أغلقت المصحف ثم انصرفت إلى أمر آخر، هذا اسمه قطع. إذن القطع في الاصطلاح هو الانتهاء من القراءة والانصراف عنها إلى أمر آخر لا علاقة له بالقراءة، ولا يكون القطع إلا على رؤوس الآيات ولا يكون في وسط الآية. لا يصح للقارئ أن يقطع الآية من منتصفها، يعني مثلا يصلي يقرأ نصف الآية ثم يركع، فهذا يعني ليست من القراءة الصحيحة. الأصل أن يتم القراءة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن يقرأ القارئ القرآن أو الآية ويدع بعضها أو يقطع القراءة من منتصف الآية. ويقول الإمام ابن الجزري بسند المتصل عن عبد الله بن أبي هزيل قال: إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها. إذن في عنا شيء اسمه القطع وشيء اسمه الوقف. لو سألنا الإخوة الأكارم ما الفرق بين القطع والوقف؟ الوقف نعم. القطع أحسن. الوقف يا أخواننا يا كرام هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يسيرا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف التلاوة لا بنية الإعراض عنها. يعني قطعت القراءة مثلا أقول الحمد لله رب العالمين، أنا الآن وقفت بدي ابدا، خدت نفس. الرحمن الرحيم، وقفت ثم ابدا. مالك يوم الدين، وهكذا. يبقى الوقف هو قطع الصوت على الكلمه القرانيه زمنا يسيرا يتنفس فيه القارئ عاده بنيه استئناف التلاوه لا بنيه الاعراض عنها. اما بالنسبه للقطع معناه انه انا انهيت القراءه ثم انصرفت الى امر اخر، فهذا هو القطع. هناك عندنا أيضا حنأخذه إن شاء الله هو السكت. حنأخذ السكت مثال ذلك: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السكت هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يسيرا مقدار حركة أو حركتين فقط، يعني بدون تنفس. قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يسيرا بدون تنفس مقدار حركة أو حركتين، وهو في أربع مواضع واجبة وموضعان جائزا ويسمى السكت، حنأخذه إن شاء الله. لكن الآن نريد أن نعرف يعني الموضوع القطع، وخدنا تعريف القطع. والقطع يا أخواننا يا كرام ينقسم إلى قسمين، يعني قطع حسن بمعنى قطع جائز، وقطع يعني قبيح اللي هو غير جائز. القطع الحسن هو ما كان بعد وقف تام أو كافي، يعني أريد أن أقطع القراءة بعد أن أكون قد أتممت المعنى بآية ووقفت عليها وقفا تاما. والوقف التام هو أن يقف القارئ على كلام تم المعنى عنده لا علاقة له مع ما بعده لا في اللفظ ولا في المعنى، كأن يكون نهاية صورة مثلا أو نهاية قصة أو نهاية دفعة من الآيات تتحدث عن حكم واحد، أنا قطعت القراءة، اسمه هذا يسمى يعني وقف تام. وعندنا لو قطعت القراءة يسمى قطع القراءة على وقف تام. إذن القطع الحسن هو ما كان بعد وقف تام أو وقف كافي. طبعا الوقف التام لأنه تم المعنى ولا علاقة له مع ما بعده لا لفظا
ولا معنى. أما الوقف الكافي فتم المعنى عنده، يتعلق مع ما بعده في المعنى دون اللفظ. والدليل على ذلك عندنا مثال ورد، يعني روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عند شهيدا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر هذا المعنى، أنه يوم القيامة كل أمة يكون لها شهيدها، وشهيدها اللي هو النبي، ويكون النبي شهيد على الأنبياء، فاستحضر هذا المعنى وبكى، أو نقول أنه عيناه تذرفان كما جاء في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: حسبك. فيقول عبد الله بن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. فالوقف على كلمة شهيدة هذا وقف يسمى وقف إيش يا إخواننا؟ وقف كافي. لماذا وقف كافي؟ لأنه تم المعنى عنده وأفاد معنى في ذاته، لكنه يتعلق مع ما بعده في اللفظ والمعنى، ولا في المعنى فقط؟ في المعنى فقط. لذلك يتعلق مع ما بعده في المعنى دون اللفظ، فاسم الوقف اللي هنا وقف كافي. لو سألنا ما رمز الوقف الكافي؟ جيم أو صلة. صلة معناها الوصل أولى، يعني يجوز الوقف والوصل والوصل أولى. وجيم يجوز الوجهان، وهما رمزان للوقف الكافي. أما بالنسبة للوقف التام فرمزه إيه؟ قلة. ممتاز. قال، ومعنى قال يعني الوقف أولى من الوصل. في هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقفنا عند شهيدا، اسم الوقف اللي هنا وقف كافي، تم المعنى عنده، يتعلق مع ما بعده في المعنى دون لفظ، لأنه ما بعده لم ينتهي المعنى. الله سبحانه وتعالى يقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني الكلام من حيث المعنى لم يتم، كل متواصل مع بعضه. فلما وقفنا على شهيد، اسم الوقف وقف كافي، تم المعنى عنده، يتعلق مع ما بعده في المعنى دون اللفظ. فلما قطع القراءة عبد الله بن مسعود أعطانا معنى أنه يجوز قطع القراءة على الوقف الكافي، كما أنه يجوز قطع القراءة على الوقف التام. ويسمى الوقف على الوقف التام، القطع القراءة على الوقف التام والكافي يسمى إيش يا إخواننا؟ وقف حسن، أو قطع حسن، أو قطع الجائز. أما بالنسبة للنوع، طبعا يجوز بالنسبة للقطع أي يكون على وقف كافي حتى لو كان يعني على بداية جزء، بداية جزء ممكن، كما ورد في قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. على كلمة نكرا، آية رقم 74 من سورة الكهف، هي نهاية الجزء 15، وهو نصف القرآن بالضبط، نهاية الجزء 15. بعدها في عندنا: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، اللي هي يعني بعدها. وبالتالي في عند الكلام كله لابد أن يكون في نوع من المعنى المتواصل. لا، الأصل الآية اللي بعدها مباشرة، صح، الآية الأصل أن تكون الآية اللي بعدها مباشرة. هنا الوقف على الوقف الذي نسميه على كلمة نكرة، هذا منتصف الآية، وقفنا عندها وقفا كافي، لكن هناك الآية لسه متصلة مع ما بعدها في المعنى. يقول علماء: لا ينبغي، أو ينبغي على القارئ ألا يتقيد بالأجزاء والأحزاب والأرباع إن كان انتهاؤها على كلام متعلق بما بعده في المعنى، فإذا أراد قطع قراءته يقطعها قبل الشروع في القصة أو عند تمامها. بمعنى ممكن يكون راس الجزء أو راس الربع أو راس الحزب أو الثلاث أرباع قبل أن يتم المعنى كله،
فهل يلتزم القارئ بأن يقف على رأس الحزب؟ لا يلتزم إلا بعد أن يتم المعنى، يا إما بيقف قبلها، قبل الربع أو النصف أو الحزب، يا إما بيكمل المعنى حتى لو كان بعد أن بعد بداية الجزء بعدة آيات. هذا يا إخواننا يا كرام يسمى القطع، القطع الجائز أو القطع الحسن، الذي هو بعد وقف تام أو وقف كاف. القطع الثاني وهو القطع القبيح، وهذا القطع طبعا غير جائز، وهو ما كان بعد وقف حسن على رأس الآية. يعني في قطع غير جائز أو قطع قبيح. متى يسمى قطع قبيح؟ عندما يقطع القارئ قراءته على وقف حسن على رأس الآية، مثلا كأن يقول يا أيها المزمل، بيكون بيصلي، رجل بيصلي يقول يا أيها المزمل، الله أكبر، ويركع. هنا الوقف على يا أيها المزمل اسمه وقف حسن على رأس الآية. هل يجوز أن نقطع القراءة؟ لا يجوز أن نقطع القراءة. الوقف على رأس الآية إذا كان وقفا حسن يجوز الوقف عليه، ويجوز الابتداء بما بعده، أو ويجب وصله بما بعده، لأنه وقف حسن على رأس الآية. أما إذا كان الوقف في منتصف الآية، الوقف الحسن في منتصف الآية، يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، بل يجب وصله بما بعده. لكن هنا في الوقف الحسن على رأس الآية يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، ولكن لا يجوز قطع القراءة. فإذا قطعت القراءة يسمى القطع قطع قبيح. كان يقطع القراءة مثلا يقول القارئ يا أيها المدثر، الله أكبر، اسم قطع القراءة، لا يجوز. الذي يجوز أتقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بمعنى أن تكمل، يعني يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، ولكن لا يجوز قطع القراءة على الوقف الحسن على رأس الآية. فمن قطع القراءة على الوقف الحسن على رأس الآية يسمى القطع قطع قبيح. إذا عرفنا القطع يا أخواننا يا كرام، القطع هو الانتهاء من القراءة والشروع بأمر آخر لا علاقة له بالقراءة، وينقسم قسمين، قطع حسن وقطع قبيح. القطع الحسن هو ما كان بعد وقف تام أو كافي، والقطع القبيح هو ما كان بعد وقف حسن على رأس الآية، لا يجوز أن يقطع القراءة. الموضوع الآخر يا إخواننا يا كرام هو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ يعني بديت بشيء جديد، بمعنى الشروع في الشيء. من حيث اللغة الابتداء يعني الشروع في الشيء، وفي الإصطلاح هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. معنى الابتداء إصطلاحا الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. فإذا كان الابتداء بعد قطع فتستحب الاستعاذة والبسملة إن كان الابتداء من أثناء السورة. نركز، إذا كان الابتداء بعد قطع، بمعنى أنا أنهيت القراءة بالأمس واليوم أردت أن أكمل القراءة، أو مثلا قطعت القراءة وانشغلت بالركوع في الصلاة ثم قمت أريد أن أكمل، هذا اسم القطع إن كان الابتداء بعد قطع. ماذا الذي يستحب؟ يستحب الاستعاذة والبسملة استحبابا إن كان الابتداء من أثناء السورة. فإذا كان الابتداء من أول سورة، أنا قطعت أنهيت مثلا سورة البقرة وأريد أن أبدأ بالسورة التي تليها سورة آل عمران مثلا، اليوم بدي أبدأ فيها بعد أن قطعت القراءة على سورة البقرة، هنا تستحب الاستعاذة وتتعين البسملة. يعني تتعين البسملة إن كان الابتداء من أول أي سورة سوى سورة التوبة. مفهوم النقطة هذه؟ إذن هنا المعنى إذا كان الابتداء بعد قطع فتستحب الاستعاذة والبسملة إذا كان الابتداء من أول من أثناء أي سورة سوى من أثناء السورة. فإذا كان الابتداء من أول السورة فتتعين البسملة إذا كان من أول أي سورة سوى سورة التوبة. لماذا سوى سورة التوبة؟ لأنه سورة التوبة يعني طبعا هي السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ ببسم الله. لماذا لا تبدأ البسملة ببسم الله؟ طبعا عليها أقوال عند العلماء، لكن لأنه أول سورة التوبة أول آية فيها إعلان الحرب على الكفار، تبدأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا
أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إذن لأنه فيها إعلان حرب على الكفار فلا رحمة مع الكفار، لذلك بسم الله الرحمن الرحيم تعني الرحمة ولا رحمة مع الكفار، لأن السورة تبدأ بإعلان الحرب على الكفار، لذلك لا ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما فسرها العلماء، ولكن نحن نتبع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فالسورة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء لا يكون يا إخواننا يا كرام إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف. ممكن الواحد يبدأ في القراءة يعني اقتراري؟ لا يمكن، لأنه أصلا هو لو باختياره لا يكون الابتداء إلا اختياريا. لكن بالنسبة للوقف طبعا ممكن ينقطع النفس، ممكن يصيبه سعال أو نحنحة أو أي شيء. نشوف يا إخواننا يا كرام أقسام الابتداء. الابتداء له أقسام، إما أن يكون الابتداء بعد قطع، وإما أن يكون الابتداء بعد وقف. فإن كان أولا هنا الابتداء بعد قطع ينقسم إلى قسمين، ابتداء جائز وابتداء قبيح. وكذلك إذا كان بعد وقف أيضا ينقسم إلى قسمين، ابتداء جائز أو يعني ابتداء حسن، وابتداء قبيح أو غير جائز. نشوف هنا أولا الابتداء بعد قطع ينقسم إلى قسمين، حسن وقبيح. الأول شيء الابتداء الحسن، يعني الابتداء بعد قطع ينقسم إلى حسن أو قبيح. الذي بقى الحسن هو ما كان بعد قطع حسن على وقف تام أو كافي، يعني أنا أريد أن أقطع القراءة على وقف تام أو كافي، الابتداء بعد القطع القراءة على وقف تام أو كافي يسمى ابتداء حسن. يبقى إذن الابتداء الحسن بعد قطع على وقف تام أو كافي ويسمى ابتداء حسن، وهو عادة ما يكون الابتداء من بداية قصة أو بداية سورة أو بداية أحكام جديدة تتكلم على حكم معين. نشوف مثلا مثال ذلك قوله تعالى هنا الآية رقم 49 من سورة هود، آخر الفاصلة تتعلق بموضوع السورة التي قبلها، ربنا عز وجل يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعدين تبدأ بموضوع جديد، آية جديدة، وإلى عاد أخاهم هودا. فالابتداء بقوله وإلى عاد أخاهم هودا، قصة جديدة وموضوع جديد. الوقف على فاصبر إن العاقبة للمتقين، الوقف اللي هنا يسمى وقف تام. فلما قطعت القراءة على وقف تام كان الابتداء إيش؟ ابتداء حسن. إذن هنا الابتداء حسن بعد قطع على وقف تام كما في هذه الآية. وإلى عاد أخاهم هودا قصة جديدة تتكلم عن قصة من؟ النبي الله عز وجل هود الذي بعثه الله عز وجل إلى قومه وهم قبيلة عاد. في عند النوع الثاني طبعا هذا الابتداء الحسن بعد وقف تام أو كافي، الابتداء القبيح وهو الغير جائز، وهو ما كان بعد قطع قبيح على وقف حسن على رأس الآية. يعني أنا أنهيت القراءة بالأمس مثلا على ابتداء أو قطع قبيح على وقف حسن على رأس الآية. مثال ذلك مثلا لما واحد يبدأ قوله تعالى مثلا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، لو واحد بدأ القراءة من قوله في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، يعني بدينا من منتصف آية. صحيح أنه الابتداء هنا يعني أو خلينا الوقف على الآية يسمى وقف حسن، لكنه على رأس آية، والوقف الحسن على رأس الآية يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولكن الذي لا يجوز أن نقطع القراءة. فهو لما قطع القراءة عند قوله مثلا هنا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طبعا هي لعلكم تتفكرون بعدها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. لما وقف على كلمة لعلكم تتفكرون، هذا اسم الوقف، وقف حسن على رأس الآية، يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، ولكن لا يجوز قطع القراءة. فإذا قطعت القراءة يسمى القطع قبيح، وإذا بديت باللي بعده بقوله في الدنيا والآخرة يسمى الابتداء أيضا قبيح. إذن ابتداء قبيح بعد وقف أو بعد قطع
قبيح. والابتداء الحسن بعد قطع حسن. القطع الحسن هو بعد وقف تام أو كافي، والقطع القبيح هو بعد وقف حسن على رأس الآية كما في هذه الآية. نقطة ثانية أو القسم الثاني وهو الابتداء بعد وقف. نحن قلنا أن القطع يكون أو الابتداء يكون بعد قطع أو إيش أو وقف. بعد قطع إما حسن أو بعد قطع قبيح. القطع القبيح طبعا بيكون الابتداء قبيح، والقطع الحسن بيكون الابتداء حسن. نشوف الآن الجزء الثاني وهو الابتداء بعد وقف. ما معنى الوقف؟ الوقف أنا أريد أن أقطع قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يسيرا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف التلاوة لا بنية الإعراض عنها. يعني مثلا أنا قطعت الصوت عشان أخذ نفس. مثال ذلك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنا وقفت عند كلمة الحمد لله رب العالمين وخدت نفس، اسمه هذا وقف. لو أنا ذهبت وانهيت القراءة اسمه قطع. لكن أنا في حالة الوقف هنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عادة ما يكون هناك نفس ما بين الآية والآية، يسمى هذا الكلام اللي هو وقف. فالابتداء بعد وقف يعني أنا بديت بعد موقفت عشان أخذ نفس. إيش حكمه؟ في ابتداء جائز وابتداء إيش يا إخواننا؟ ابتداء غير جائز أو ابتداء قبيح. الابتداء الجائز هو أن نبدأ من كلام يفيد معنى، يعني بديت الكلام من شيء يفيد معنى، وغالبا ما يكون كلام مفيد معنى. لكن لو بديت من كلام لا يفيد معنى يسمى الابتداء ابتداء قبيح، وهو إما أن يكون الابتداء الجائز إما أن يكون تاما إذا كان بعد وقف تام، أو كافيا إذا كان بعد وقف كافي، أو حسنا إذا كان بعد وقف إيش إخواننا؟ حسن على رأس الآية، لأن الوقف الحسن إذا كان في وسط الآية فلا يصح الابتداء بما بعده. إيش يعني الكلام هذا؟ الآن الوقف الحسن على في منتصف الآية مثل إيش؟ مثل مثلا واحد يعني يريد أن يقف عند كلمة الحمد لله من قوله الحمد لله رب العالمين. عندما وقفت على قوله الحمد لله هنا يعني وقفت على كلام تم المعنى عنده يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، ولكنه في منتصف الآية. إيش الحكم؟ يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، بل يجب وصله بما بعده. يعني لو واحد مثلا أراد أن يتلذذ وهو يقرأ القرآن فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، يعني كمل لكن أو وصل الجزئين مع بعض. لكن ما بينفع يقول الحمد لله ثم يقول رب العالمين، لأنه الوقف على الحمد لله وقف حسن في منتصف الآية، يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، بل يجب وصله بما بعده. أما الوقف الحسن على رأس الآية يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، والذي لا يجوز هو قطع القراءة، كأن يقطع أو أن يقف القارئ مثلا على قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. عندما وقفت على قوله يا أيها المزمل كان هنا الوقف حسن على رأس الآية، يجوز الوقف عليه ويجوز أن أقول قم الليل إلا قليلا وأكمل الآيات. ولكن الذي لا يجوز أن أقول يا أيها المزمل ثم أركع مثلا، يعني أقطع القراءة وانصرف عنها إلى أمر آخر، يسمى القطع في هذه الحالة قبيح. ولو بدينا بداية يعني بعد أن أقطع القراءة بقوله قم الليل إلا قليلا يسمى الابتداء أيضا ابتداء قبيح، لأن الابتداء القبيح هو ما كان بعد قطع قبيح على وقف حسن على رأس الآية. هذه طبعا الابتداء جائز بعد وقف ينقسم إلى قسمين، ابتداء جائز وابتداء طبعا قبيح. الابتداء الجائز هو إذا كان يكون تاما إذا كان بعد وقف تام، وكافي إذا كان بعد وقف كافي، أو حسن إذا كان بعد وقف حسن على رأس الآية. الغير جائز وهو إذا كان الابتداء بكلام لا يفيد معنى أو يوهم معنى غير المعنى المراد، فيكون الوقف الابتداء غير جائز
وتفيد معنى غير المعنى المراد، سواء كان بعد وقف حسن في منتصف الآية أو وقف حسن على أو وقف قبيح في أي موضع من آية القرآن الكريم. مثال ذلك نذكر هنا موضع، مثلا لا يصح مثلا الابتداء بقوله إن الله ثالث ثلاثة من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني لو واحد مثلا قال لقد كفر الذين قالوا، وقف واخذ نفس ثم قال إن الله ثالث ثلاثة، بكون هنا يعني الأول شيء الوقف اللي هنا وقف يعني قبيح، لأنه وقف على كلام يعني يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، وكذلك لشدة تعلقه بما بعده فالوقف يسمى وقف قبيح أو لم يتم المعنى عنده. لما يقول مثلا لقد كفر الذين قالوا لم يتم المعنى، يسمى الوقف هنا وقف قبيح لأنه متعلق بشكل كثير بما بعده. ولو بدأ كذلك بقوله إن الله ثالث ثلاثة أيضا أوهمت معنى غير المعنى المراد أو أوهمت معنى قبيح، فالابتداء في هذه الآية يسمى ابتداء قبيح لأن وقفنا وقف قبيح وبدينا أيضا ابتداء قبيح. كذلك في هذه الآية مثلا الآية الثانية في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، لو واحد مثلا وقف وقفا قبيحا وقال وما لي أو وما لي لا مثلا، وبعدين بدأ بقوله لا أعبد الذي فطرني، إذن هنا لو قال وما لي وبدأ لا أعبد الذي فطرني، إذن وقف وقفا قبيحا وبدأ ابتداء أيضا قبيحا. لماذا بدأ ابتداء قبيحا؟ لأنه أوهمت معنى غير المعنى المراد أو يعني أدت معنى يعني قبيح لما يقول لا أعبد الذي فطرني، وكأنه يعني يرفض عبادة الله سبحانه وتعالى. وأي موضع هذا الشكل؟ يعني مثلا في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، لو واحد مثلا قال تبت يدا، الوقف اللي هنا وقف إيش اسمه؟ وقف قبيح، وقال بعدها أبي لهب وتب، أيضا ابتداء يسمى أيضا ابتداء قبيح. فلابد أن نفهم يعني الابتداء الحسن والابتداء القبيح، ونبدأ قراءتنا بمعنى يعني يتم المعنى عنده ويؤدي معنى يريده الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أخواننا يا كرام هو القطع والوقف والابتداء، وكل هذه المعاني أو هذه الأنواع كلها تتعلق بالمعنى. لذلك الإمام علي لما سئل عن قوله ورتل القرآن ترتيلا قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن الإنسان لو وقف على مكان لا يوقف عنده ممكن تؤدي معنى غير المعنى المراد أو توهم معنى يعني قبيحا. لذلك لابد أن يكون الإنسان الذي يقرأ القراءة تبعا للمعنى ويستمتع بقراءته للقرآن، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتفكر بالقرآن الكريم. عندنا موضوع السكت، هذا الموضوع إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نخوضه، وبعد ذلك مباشرة في نفس المحاضرة بعد أن ننهي موضوع السكت سوف نبدأ التطبيق العملي على آيات من القرآن الكريم، سوف يكون أيضا عن طريق الجهاز الباوربوينت، نقرأ آية آية ونستخرج الوقف الاضطراري والاختباري والانتظاري والاختياري والتام والكافي والقبيح والابتداء والقطع، كل أنواعها نطبقها إن شاء الله يعني ابتداء من المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. وبعد أن ننهي موضوع السكت يبقى علينا موضوع همزة الوصل، الابتداء من الكلمة المبتدئة بهمزة الوصل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الخير والهدى والرشاد، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.